يا بي أما كاك مهات صلاة دي اللفتة قرينو تليفونة دي سجري كنفر قلبيد وبربر للد معسيني هاي مدحوين حاسي شيخ محمود واللصفتي مهات صلاة فهد يفر ما جو سوفر قليي يا اللفتة قرينو ديدين ومقدشي ما ذاك ديب مركي لو يري سيربادن ايان هال كاني كوغوسو قد بين دونا سيشير قرين موقال كان كوناسو بير بيج كان سيادو يشو وران حيسالة وحقيقة دوكو سليسان مهد سند كدب قلقلتوين كعراضي دي كارولسان مامولكو كوفر قلبيت سوماليا وحا صوفر قليي ماهد سلاد او قبيلهان اي سحيغان إذا مدى قعانتو كوها يقرون كد يوردها ديق مدى براوي اسلامركا سنة إذا مدى حيو قدالك كميدا ماهد سلاد او سعر الأولاها اللي مدى حوينها مامولكو كوفر قلبيت سوماليا عبد العزيز لفتقرين ايا اوغو دنبينتي وحا اي سببتي ان تلفنضا اي سجران لفتا قرين ايا هادالو للا امكاغا كتور توري اغا سما هاي اد النساء مهد سراد بلس مهد لين عيسان ماي رئيسان او وارعو العلوس ايهان جبادي ايو ادري لفتا قرين مدحوين حاسش محمود ايا لسود تبيي ان او لصفتي مهد سراد اغا سميسان نساء حيل الله شيغا إن لفتا قرين لوغا يري مقدشو هاسي أهاتي او ديدي مدحوينها إياه إن تاسيكي ديب لفتا قرين او شيغا إن وسن سيهورين علا دكال ولسن ديگان كمي دا مامركو كنفر قلبيت سماليا لفتا قرين او درينسن علايسة دا إيمن كاكاسو وجهان دولة دا هاد جيرتا إياه تالي إياه تامو وي ديستي فاد ياسين أغاسمي هورا إياه نيسا ركودو مدحتو يدا كنفر قلبيت إياه نو شيغي إن لفتا قرين لسيي ترويين بدن أو قاركود سببه كرا إن دقال سياسات وكدا خرحو إساق إيام مدحوين حاسشيق محمود أو إيمينكا ودوغي هاين وكدا حوية صاحبتين مدو تدو كلا مدحوينها كونفور قلبيد أيا سيقر سودية أولي حريري مدحويني ورأي سوماليا محمد عبدالله فرماجي أو أولو داقي سيرب بدن إسلام مركارا إسلام ملدغين قوضا أدقو لغو جهاية سياساتها مدحوين حاسشيق محمود sidoo kale waxa la sheegay in ay ka wada hadleen xaaladaha maamulka Koonfur Galbeed ee ugu dambeeyay dagaalada salka ku haya beelaha ayaa ku soo badanaya guud ahaan dalka kadib markii uu xilka madaxweynenimo la wareegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud gobolada Koonfurta Soomaaliya oo kala ah Koonfur Galbeed Jubaland iyo Banaadir ayaa wajahaya amni darro cunaqabtayn dawladda iyo shabaab iyo dagaal beeleedyo ase ahaatee xilibanada ka soo jeeda Koonfur Galbeed ayaa dadaal xoogan ugu jira in ciidamada ku heebta ah mahad salaad agaasimaha nisa laga soo saaro maamulkaasi maamulka Koonfur Galbeed hore ayuu u wajahayay cunaqabateeno ay saareen kooxda Al-Shabaab deegaanka maamulkaasi ka mid ah iminkana waxa ay wajahaysaa dagaal qabiileed oo shaararka dawladda la isku xirtay hadda oo fikirkaaga qaybta hoose ee faalada noogu reeb mahadsanid